السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء طلاب الفرقة الثانية شعبة المختبرات الطبية المعاهد الفنية الصحية جمهورية مصر العربية وزارتي الصحة والتعليم العالي، هنكمل الاناليتيكال ميثود. احنا دلوقتي ماشيين في الكيمياء الطبيه الاكلينيكيه، ازاي احنا بقى العينه اللي خدناها من الشخص اللي هنحلله. انا بقولش الانسان اللي هنحلله، انا بقولش مريض لان لسه ما اعتبرتوش مريض. امتى اقول عليه مريض؟ لما يطلع نتائج مش مظبوطه. ايه الميثودز اللي انا احلل بيها العينه؟ الطريقه بقى الكيس او الكيماويات اللي انا هطلعها عشان احلل بيها السيرم اللي عندي او البلازما اللي عندي. في انزيماتيك ميثود، في انزيماتيك ميثود هنا بتبقى التفاعل بيعتمد على الانزيمز. لو احنا بصينا على الدياجرام ده مش عندك، ولكن انا حطيته لانه مبسط للانزيماتيك ميثود للكوليسترول عشان يقيس الكوليسترول. احنا قلنا احنا هنقيس ايه بقى؟ حسب الناشونال كوليسترول اديوكيشن بروجرام قالت لك اول حاجه تقيسها الكوليسترول، اهو ادي الكوليسترول في التحليل. يبقى اول حاجه البانل الاولاني هنقيس الكوليسترول، قالت لك في تو بانلز عشان تقيس الليبت في جسم الانسان. يبقى عندك تو بانلز، حاجتين، البانل الاول اللي ايه؟ الكوليسترول. طب الكوليسترول نقيسه بايه؟ بحاجه اسمها انزيماتيك كوليسترول ميثود. ملخصها ايه؟ هذه الطريقه بتعتمد على ايه؟ بتعتمد، بقول لك ان الكوليسترول بيحصل له هيدروليسيس. فلما يحصل هيدروليسيس الكوليسترول الاسر بيتحول لكوليسترول. بواسطه الكوليسترول اوكسيديز انزيم، شوف بقى الانزيم اهو، هيتحول الى كوليسترول 4 EN31 زائد هيدروجين بروكسيد H2O2. تمام. الهيدروجين بروكسيد ده لما يخش في تفاعل مع الفينول 4 امينو انتبايرين بيروكسيديز انزيم يتحول الى كينونامين. الكينونامين دوت عباره عن ايه؟ ضاي، يعني زي صبغه لون احمر. الكينونامين ده بيتناسب تناسب طرزي مع الكوليسترول إسترز. كل ما كان الكوليسترول اللي في جسمك عالي، كل ما الكينونامين دوت لما اجي اقيسه الاقي عالي. اقيسه عند درجه 500 نانو متر يديني النتيجه. تاني البرنسبل ان الكوليستريز في وجود الكوليسترول اوكسيديز يحول الكوليسترول الى هذا المركب. هذا المركب لما اضيف له H2O2 هيدروجين بروكسيد في وجود الفينول امينو الفور امينو انتبايرين بيروكسيديز يديني كونونامين. الكونونامين ده هو اللي بقيسه، هو اللون الاحمر اللي انا بشوفه. هو مش اللون احمر قوي، هو ده اللون اللي انا بقيسه على جهاز الاسبكتروفوتوم. كل ما كان الكونونامين دوت غامق، كل ما كان الكوليسترول اللي عندي في الدم عالي. عشان كده بقول لك الانزيماتيك ميثود ار موست كومنلي ادابتد تو اوتوميتد كيمستري انالايزر. احسن طريقه في القياس بتبقى الانزيماتيك في الكيمياء بالذات. والرياكشن ده از اللي هو الانزيمات از سبيسيفيك فور الكوليسترول. والانترفيرن سبستانس ار مينيمال، يعني ايه؟ لما بيكون في السيرم
في مواد بيبقى فيها انترفيرنس سبستانس ممكن تديك اخطاء تتفاعل في الرياكشن وتدي اخطاء، لا هنا بتبقى مينيمال قليل. شفت الباراجراف ده الصغير ده؟ ماشي. يبقى في الاناليتيكال ميثود نرجع تاني ايه اللي بيحصل؟ قال لك بقى شوف ده اللي انا هشرحه ده، هو ده اللي انا هشرحه ده في الكتاب عندك هنا، هو اللي مكتوب عندك في الكتاب، هو الايه؟ هو الدياجرام ده، سواء ده او ده بيفسر ده. ماشي. فالصوره دي انا جايبها لك ليه؟ لانها مختصره وتقدر تستوعب. نقرا كده، قال لك الانزيماتيك ميثود هي سنجل ستيب ميثود، خطوه. انزيماتيك ميثود فور كوليسترول ميجرمنت ار بريسايز اكيوريت اند اكيوريت وين كاليبريتد بروبرلي. بتبقى درجتها الانزيماتيك ميثود في القياس بتبقى بريسايز اند اكيوريت، عاليه الجوده. اند ار ايزلي ادابتد فور اس ويز مودرن اناليسيس، وبتبقى كمان متماشيه مع الايه؟ التقنيه الحديثه في القياسات والاجهزه الطبيه. قال لك ان ذا انزيماتيك بروسيدجرز في طريقه الانزيمز the cluster agent commonly combine all of the enzyme and other required components into a single photometric reagent and absorbance is measured generally at ايه بقى 500 نانومتر. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك ان بص العلبه اللي فيها المحلول بتشتمل على كل الحاجات دي، يعني الريجنت نفسه مشتمل على كل الايه؟ المحتويات اللي انا عايزها. يعني انا بحط مثلا فلنفترض سنتي من الريجنت على 100 مايكرو او 50 مايكرو من السيرم، 100 مايكرو من السيرم، كل مجرد ما احط السيرم التفاعل ده بيشغل نفسه، كل المحتوى، مش لسه اعمل اضافه ده على اضافه ده على اضافه، لا دي الانزيماتيك ميثود ميزتها ان كل رياكشن بيدي الرياكشن اللي بعديه في ايه؟ من بس سنتي باخده من ايه؟ من علبه فيها ريجنت بس محلول. ده ملخص ايه الكلام اللي فات. ذا رياكشن انفولف هيدروليسيس كوليسترول استرز، الرياكشن بينفولف ايه؟ بيحصل هيدروليسيس تحلل ليه؟ للكوليسترول استرز تو فورم فري كوليسترول، عشان يدي فري كوليسترول. فولود باي سبسيكونت اوكسيديشن، فري كوليسترول بيحصل له سبسيكونت اوكسيديشن للكوليسترول باستخدام ايه؟ الاكسجين تو بروديوس ايه بقى؟ عشان يدي لك الهيدروجين ايه؟ هيدروجين بروكسايد اهو. الهيدروجين بروكسايد ده لما بحاول بفعله مع الفور، هبص في المعادله، مع الفور امينو انت بايرين والفينل في وجود البروكسيديز انزيم بيدي لك الكنونامين. لو انت رجعت لايه؟ للكتاب بتاعك هتلاقي الكوليسترول الاستر بالايه في الاتش 2 او هيدي لك كوليسترول استر، هيدي لك ايه؟ كوليسترول مع فاتي اسيدز. الكوليسترول في وجود الاكسجين في وجود الكوليسترول اوكسيديز هيدي لك كوليسترول 4 اي ان اي 3 1 زائد هيدروجين بروكسايد. الهيدروجين بروكسايد از ميجرد ازاي؟ لما بضيف له بروكسيديز كاتاليز رياكشن ذات فورم ايه؟ الكالر داي، يدي لك ايه؟ اللي ايه؟ الضاي. ازاي؟ ان الهيدروجين بروكسايد بحط عليه 4 امينو انت بايرين والفينول في وجود البروكسيديز انزايم يديك كونينامين. دي دايز صبغه. الكونينامين برودكتس ابزورب ات 510 نانومتر. دي لما باجي اعمل فيها كومبلمنتري لايت، لو رجعنا للانسترومنتال ديفايس في حاجه اسمها كومبلمنتري لايت، ماشي، والسبكترو فوتومتر في البريزم نفسه، فانا بختار الويف لينس بتاع ده 510، تقوم تقيس له وتعمل ديتكشن ايه؟ للكونامين، كنينامين داي. يبقى انت بتقيس ايه؟ بتقيس الكونونامين داي في الاخر. جت ازاي؟ من التفاعل هيدروجين بروكسايد مع الفور امينو انت بايرين في وجود الفينو يديك كونونامين، تقيس كون. يا جماعه يا شباب يا ابناء الطلاب لازم تعرفوا حاجه، والكلمه ديت انا هقولها لكم وتحطوها دايما مش في الاذن الوسطى، في الاذن الخارجيه والوسطى، وتحطوها كمان في الاذن الداخليه الاكسترنال اير والميدل اير والانترنال اير، ماشي، وفي البرين وفي المخ. ان كل الشغل عندنا في المعامل معظمه الوان، يعني انا بدخل الحاجه عشان في الاخر تديني لون
وفي الاخر بقيس هذا اللون. معظم الشغل في الهيماتولوجي الوان، في الكيمستري الوان، في الايمونولوجي الوان. فبالتالي يبقى انا لازم ادور على لون في الاخر علشان اقدر اقيسه. دي في معظم الشغل بتاع اللابوراتوري ميديسن. حطيتوها في ودانكم عشان كده يقول لك كالوريمتريك سبيكتروفوتومتريك، كله بيقيس الكالر في الاخر. والكالر ده طبعا على حسب الكونستيتوينت بتاعه. لما احنا قسنا في حاجات بتبقى كده ايه على الجانب ناخد بالنا منها في المقاييس واحنا بنقيس الايه الكوليسترول. الكوليسترول احنا قلنا لما بنبدأ نقيس هنبدا نقيس بايه بالكوليسترول. والكوليسترول اهو احنا اول حاجه قلنا هنقيسه ازاي. ماشي اهو ادي البرنسيبل بتاع التفاعل. الكوليسترول ايسترز بحوله للفري كوليسترول في وجود الكوليسترول اوكسيديز. كوليسترول اوكسيديز لما بيدي الرياكشن دوت او المنتج ده بحط عليه فينول، فينول فور امينو انتبيارين بروكسيديز يديني المنتج الكولينامين. سهله مفيش اي حاجه فيها. بس قال لك في انترفيرنس سبستانس احيانا بتبقى موجوده في البلازما او السيره وتديني نتائج مش صح. ايه الحاجات الانترفيرنس؟ الانزيماتيك ميثود مي بي سبجكت تتحول لانترفيرنس فروم فروم اذر كارد كومبوننت اور زوز ذات كومبيت وذ اوكسيديشن رياكشن اور رياكت وذ بروكسيديز. ان في بعض المواد افرض المريض دوت عنده هايبر بيليروبينيميا يعني عنده نسبه صفرة في الدم عالية. بتحصل ممكن يكون مريض حاد او مريض مزمن، يعني مريض كبد وعايز اشوف مستويات الدهون بتاعته في الدم اخبارها ايه وبقيس له الكوليسترول بس البيلروبين بتاعه عالي ممكن يديني ايرور. مريض اخذ اسكوربيك اسيد عشان كده احنا بنقول الصيام مهم جدا في الحالات دي. يعني ايه هو قال لك ان في الكوليسترول فاستنج او مش لا احنا برضو بناكد ليه لان لو اخذ فيتامين سي ممكن ياثر اللي في التفاعل. لو في هيموليسيس في الـ في الـ في, الـ في العينه ممكن تطلع لي فري هيموجلوبين ياثر لي على العينه. طب البيلروبين بالذات ليه بيبقى من الانترفيرنس سبستانس؟ قال لك على ان انا بقيس الكوليسترول عند 500 والبيلروبين نفسه بيتقاس برضه عند 500 فبيعمل لي ايرور. طب انا اتغرب على ازاي؟ الافكت اوف بيلروبين ار مينمايزد باي ميثود employing electrochemical measurement of O2 consumption. بستخدم طريقه بقى يعني بتغلب عنه بالايه؟ بالO2 consumption. الكترو ايه؟ كيميكال ميجرمنت. خلاص؟ دي الانترفيرنس اللي ممكن تاثر لي على ايه؟ على الرياكشن. بس اعرفها عشان ممكن تجي لك في الامتحان. لكن انا الكوليسترول فكرته ايه؟ بحلله ازاي؟ بالانزيمات الكوليسترول اهو. ادي المعادله. باخد الريجنت بحطه في انبوبه ماشي تيوب اللي انا هشتغل فيها. بعد ما احط في التيوب الريجنت بحط بعد كده عليه السيره بخليه بحطهم في الانكيوبيتر او ممكن ادخله على الاوتوميتد لو ده مانوال او الاوتوميتد انسترومنت لو الجهاز اوتوميتد ادخله على طول بالريجنت بظبطه هو بيشتغل مع نفسه وبظبط الريجنت وبظبط الريجنت وبالانزيماتك ميثود تبدا الانزيم تشتغل وتديني الاند ريزلت كولونامين. الكولونامين اهو اللي انا بقيسه. هنا بقى قست خلاص وطلعت النتيجه. فراح عاملين لي ايه جدول حلو قال لك التوتال كوليسترول ليفل كلاسيفيكيشن. قال لك التوتال كوليسترول ليفلز مستويات الكوليسترول. مستويات الكوليسترول قال لك التوتال كوليسترول بص ركز كده معايا في الجدول. قال لك لو اقل من 200 مللي جرام بير ديسيليتر ديزيرابول يعني مقبول. حلو اقل من 200 ده هو ده اللي احنا عايزينه بالنسبه للكوليسترول. اي انا بركز على الجزئيه دي التوتال كوليسترول اهو. الجدول ده الرسمه ديت بص ركز معايا على التوتال كوليسترول الجزئيه دي
قال لك ان التوتال كوليسترول اقل من 200 يبقى ده زيراجون. من 200 ل 239 برضه اللاين هاي. هاي بقى عالي. اعرف الارقام دي، الارقام دي مهمه عشان ديزيرابل ولا بوردر لاين هاي ولا هاي. قال لك اكتر من 240 يبقى هاي. ده مين اللي قال؟ ده الناشونال كوليسترول اديوكيشنال بروجرام هي اللي قالت كده. لان هنا خلاص انا هبدا اعالج المريض، هيروح للدكتور والدكتور يبدا العلاج عشان يخفض الكوليسترول. ليه يا جماعه احنا بنخفض الكوليسترول؟ قال لك اصل الكوليسترول ده باد. ليه؟ لان هو هيبقى اكتر محتواه بنخاف في ال LDL بالذات، في اللايبوبروتين ان، وده بيترسب في الاوعيه الدمويه ويعمل لي اسيرس كولوروزيس او بليك. لسه جايين بعدين مش فاهم. يبقى التوتال كوليسترول ليفل كلاسيفيكيشن. خلاص يبقى في الجداول دي احنا خدنا ايه؟ الكوليسترول بس. خلاص خلصنا كده الكوليسترول. مين اللي قال كده يا جماعه نمشي بهذه الطريقه؟ قال لك الناشونال كوليسترول اديوكيشن بروجرام. قالت لك في تو بانلز لازم تعملهم، اول حاجه تقيس الكوليسترول، تاني حاجه تقيس الترايجليسرايد، وبعد كده ايه الايه اللايبوبروتين. الترايجليسرايد يبقى احنا كده عند الترايجليسرايد. ايه اللي هنعمله بقى في الترايجليسرايد؟ اول حاجه في الترايجليسرايد نبص عليها كده، في الترايجليسرايد نشوف تركيبها ايه. احنا الكوليسترول كنا عرفنا بيتركب من سبعه كام كربون اتوم، جبنا الاستراكشر بتاعه، جبنا 27 كربون اتوم وكم سايكل قلناها. الترايجليسرايد عباره عن تراي، ثلاثه تراي يعني ثلاثه، 3 تراي جليسرايد. ادي جليسرول جليسرول جليسرول، 1 2 3. وبعد كده الفاتي اسيدز، 3 فاتي اسيدز موجودين اهو. يبقى ده التركيب، ادي الجليسرول اهو كلمه مرتبط بكام؟ 3 فاتي اسيد تشين، يديك ايه؟ تراي جليسرايد ستراكشر. ده اللي هنقيسه جوه الدم. اهو خلاص نبذه عن الترايجليسرايد. واحنا عرفنا الترايجليسرايد يعني احنا في اللايبوبروتين والكايلومايكرونز، كايلومايكرونز والفيردنس لايبوبروتين والانترميديا دنس لايبوبروتين واللودنس لايبوبروتين، كل دول قلناهم وقلنا الاستراكشر بتاعهم ايه والميتابوليزم بتاعهم، سواء اندوجينس او اكسجينس، والسايكل بتاعتهم في الليفر واوتسايد ذا ليفر. فاحنا دلوقتي وصلنا لحد ايه؟ الترايجليسرايد. هقيس لك الترايجليسرايد في الدم. طيب هي الترايجليسرايد دي ليها اهميه طبيه؟ اه طبعا ليها اهميه، زي الكوليسترول بالظبط، اللي هي بنسميها كلينيكال سيجنيفيكانس. الكلينيكال سيجنيفيكانس، سيجنيفيكانس يعني ليها اهميه، وكلينيكال اهميه طبيه للترايجليسرايد. ونكمل المحاضره اللي جايه، نقف عند ترايجليسرايد ونكمل المحاضره الجايه ان شاء الله.